Bonjour mes bons élèves, aujourd'hui nous allons compléter notre leçon La famille Reda. Bismillah ar-Rahman نكمل النهاردة الدرس اللي احنا بدأناه La famille Reda على قناة فرنسي فرنسي معاكم مسيو محمد. يلا بينا نبدأ. قلنا قبل كده عنوان الانيتي لا فامي رضا عيلة رضا. وصلنا لغاية لنومبر الأعداد. طيب نبدأ كده بالأعداد. أنا بدأ لك من أ، ممكن نعرف قبليها زيرو، ناخد إيه زيرو، ناخد زيرو، ان دو تروا كاتر سانك سيس سات ويت نوف ديس 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. أول ما بنوصل للفان اللي هي 20، بعد كده بنكتب العشرين بنثبتها 9 مرات، بنثبت الفان اللي هي كلمة 20، وبكتب جنب العشرين من 1 لغاية 9، يعني هعيد من المربع الأولاني اللي معمول باللون الأحمر، هعيد من 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هكتبهم زي ما هو زي ما هم بعد الفان. يعني انت لو بصيت هتلاقيني كاتب لك فان اي ان. كل الاعداد بنحط حاجه اسمها تري دونيون، شرطه صغيره بنوصل بيها، ما عدا الواحد دايما بنستعمل معاه اي، اي دي اللي هي اند في الانجليش يعني و. يبقى فان تي ان 21، فان دو 22، 23 23، 24 24، 25 25، 26 26، 27 27، 28 28، 29 29. نيجي بعد كده نعرف الرقم 30. 30 يعني 30. نفس اللي احنا عملناه مع الفا هنكرره تاني مع الترونت. يعني ايه؟ يعني احنا كتبنا من 1 لغاية 9، الان دو تغوا لغاية نف بعد الفا. نفس الكلام هكتب التلاتين اللي هي ترونت، وهكتب جنبها ان دو تغوا لغاية نف عشان اعد من 30 لغاية 39. يعني لو بصينا هنلاقي ترونت 30، ترونت اي ان 31، ترونت دو 32، 33 33، 34 34، 35 35، 36 36، 37 37، 38 38، 39 39. بعد كده 40. افتكر فهمنا اللعبة. برضو الكارونت هتفضل زي ما هي، واحط جنبها من 1 لغاية 9، احط جنبها من الآن لغاية النف زي ما في المربع الأخير. ننزل بعد كده على سانكونت الخمسين، أعرف الخمسين، وبرضو نفس اللي احنا عملناه في العشرين والتلاتين والأربعين بعمله مع الخمسين. هكتب الخمسين اللي هي سانكونت سانكونت، واكتب جنبها برضو سانكونت اي ان سانكونت دو سانكونت هو، لغاية ما أوصل لسانكونت نف، وبعد كده بوصل للستين اللي هي سواسونت سواسونت يعني 60. طب انا لو عايز اكتب
سوسونت وكمل بعد سوسونت بواحد وستين اتنين وستين. لو انا عايز اقول واحد وستين سوسونت اي ان، سوسونت اي ان يعني واحد وستين. طيب عايز اخليها اتنين وستين سوسونت زي ما هي واكتب بعدها سوسونت دو. طب لو عايز اكتب خمسة وستين يبقى سوسونت وجنبها سانك، سوسونت وجنبها سانك تبقى خمسة وستين. طب عايز اكتب تسعة وستين يبقى سوسونت زي ما هي واكتب جنبها نف، سوسونت نف يعني تسعة وستين. يبقى احنا لغاية هنا نقدر نعد لغاية تسعة وستين بدون ادنى مشكلة بسهولة جدا. انا بعرف العشرين اللي هي الفان، واعرف التلاتين اللي هي ترونت، واعرف الاربعين اللي هي كارونت، واعرف الخمسين اللي هي سانكونت، واعرف الستين اللي هي سواسونت. وبكرر جنب كل الاعداد دي من عشرين لتلاتين لاربعين لخمسين لستين بكتب جنبهم من الان لغاية نف، من واحد لغاية تسعة لغاية ما اوصل لتسعة وستين ان فرنسي. طيب شكل السؤال في اي امتحان بيديني رقم كده زي ما بنسميها بالحساب، يقول لي مثلا 33. طيب ال 30 كان اسمها ايه يا مسيو؟ ال 30 كان اسمها ترونت. ترونت احنا تعودنا ان انا بكتب العدد الكبير وشرطه ما عدا مع الواحد بكتب ايه؟ الاثنين لغايه التسعه 2 3 4 5 6 7 8 9 اللي هي 2 3 4 5 6 7 8 9 دايما بحط قبليهم شرطه. طيب اكتب ترونت، ادي ترونت اهي، نكتب كده ادي ترونت وبعد كده شرطة وايه وتغوى. ترونت تغوى يعني تلاتة وتلاتين. طيب الستة وخمسين هكتب سانكونت يعني خمسين وجنبها سيس، نعرف نكمل الباقيين زي ما احنا تعلمنا بدون اي غلط ان شاء الله. يا رب نكون فهمنا درس الاعداد، درس سهل جدا وبسيط، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. اوغفواخ.